وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتوا يا جماعة، انتوا عارفين ميدان صلاح الدين؟ طبعا. حلو قوي، فين ميدان صلاح الدين ده؟ لا يا جماعة، انتوا كل واحد فيكم شاور في حتة، انا كده مش فاهم حاجة. انتوا متأكدين ان انتوا عارفين ميدان صلاح الدين ده كويس؟ طبعا. فين بقى ميدان صلاح الدين ده؟ لا كده كتير والله. لو سمحت يا استاذ، حضرتك تعرف فين ميدان صلاح الدين؟ ايه؟ ايوه، حضرتك تعرف فين ميدان صلاح الدين؟ ايه؟ اطرش ده ولا ايه؟ حضرتك تعرف فين ميدان صلاح الدين؟ لك يا عفو الله، عم بقول لك ايه؟ ايه بعرف وينه؟ شو بغني لك يا يعني؟ انا اسف جدا، انت سوري؟ ايه؟ ايوه، انت سوري؟ ولا؟ لا تعصبني. بهزر معاك، اهلا بك في بلدك التاني مصر. اهلين وسهلين اخي. والله يا اخويا انا محطوط في موقف لا احصد عليه الصراحه. خير اخي، احكي لي. انا تايه وعايز اروح ميدان صلاح الدين. شو ميدان صلاح الدين؟ ميدان صلاح الدين. اه لك شو جابك لهون؟ بعيد. شو جابك لهون؟ انا بعيد قوي يعني. يا لطيف يا الله، انت بتعمل كده ليه؟ تايه يا سمانة. انا بتوتر يا سيدي والنبي. يا جبل يا عم، تعوز تحلف وتوترني. الله ليك يا اخي، بدك تركز معي منيح. لك حاضر. انت بتطلع من هون على جراج البرامكي، اه، تاخذ من هونيك سيرفيس لبلودان. لو ايه؟ ببلودان بتركب اسكانيا لصيدنايا. اركب اسكانيا؟ بصيدنايا بتطلع بباص بولمان وبتقله للزلمه انا من طرف ابو نديم. شو بتقله؟ اقول انا من طرف ابو نديم. حلو كتير. تمام. ياخدك على طريق. ايوه. اول وطاحون على نبع مي. حلو. قدامها ساحات مزروعه في. ايه؟ هيك بتعرف انك صرت على اول الطريق. اه. بيكمل معك دغري؟ ايوه. تصادفك على اليمين جبل. تمام. وعلى اليسار بحر. جميل. شايف البحر شو كبير؟ انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ لك روق يا اخينا، طول بالك شوي. حاضر. خدلي بدربك هالمنديل. لا ما انا كده سمعت الشريط كله. لا يمين لا يسار، دغري دغري مثل ما قنت، بينزلك بنص ميدان صلاح الدين. ايوه. اللي بنص حلب. يا عم نص حلب ايه؟ انا عايز ميدان صلاح الدين اللي في مصر. اللي بمصر؟ ايوه يا عم. لكن شو بعرفني انا باللي بمصر؟ انا بدلك بسوريا بس. ماشي. عندك بمصر مليون واحد يدلك هون. شكرا، امسك بس المنديل اللي بدربك ده. ايه ها يا جماعه، من شر الدين انا بتكلم مع الناس دلوقتي يعني. يا عم ممكن توطي صوتك شويه عشان اسال بقيه الناس؟ صوتي عالي؟ ايه؟ لك صوتي عالي؟ ايه؟ اه ايه ايه بتاعتك انت. اه روح عنا يا ماشي يا عم.